يا ميت اهلا وسهلا ابو موضح. قومي يا ماما، قومي اغلي لنا قهوه. قهوتكم مشروبه ام خيرو. يا شو قصدك ام وضاح؟ قصدي ما بشرب قهوه لاتفاهم انا وياكي. نتفاهم؟ خير ان شاء الله، على شو بدنا نتفاهم؟ اسمعي ام خيرو، انا لا جاي اتحش بنتي بمناخيرك ولا اشرب قهوتك. لما اجيتي طلبتي بنتي لابنك ما حدا غصبك واجيتي برضاكي. لا يا ام وضاح، ليش هيك عم تحكي؟ لانه بنتي كل الحاره بتتمنى تكون كنتها، لا متعطل عليكم ولا على غيركم. طولي بالك ام وضاح، كله اسمه ونصيب. بعرف انه كله اسمه ونصيب واللي صار صار، بس هلا بدك تحكي لي شو قالت لك ام صفوان عن بنتي. ام صفوان؟ ام صفوان ما حكت شيء. بلا، ام صفوان اجت لعندك قبل ما تروحوا على الحمام، ديبة شافتها ومن ساعتها انت تغيرتي. بس عيب عليكي يا ديبة، عيب عليكي تفشي اسرار الناس وترجعي ترمي فتن مشان تطلعي بريه. يو يعني اذا شفت ام صفوان طالعه من عندك بكون عم بفشي اسرار الناس؟ الله يسامحك يا ام خيرو، انا بحياتي ما سعيت الا للخير. لا مو هذا قصدي. لكن شو قصدك؟ قصدي وبتعرفي منيح. لا ما بعرفه، احكي ام خيرو، احكي على المكشوف. لا ما في لزوم ام خيرو، بصلاة محمد وايدي على راسك بري زمتك واحكي. يا جماعه انا مأمنة وحالفه يمين، واذا طلعت الامانه باطله بتضلي حالفه يمين وتتستري على الباطل. استغفر الله العظيم، سامحني يا ربي. اسمعي يا ام وضاح، ولي على قامتي، الله لا يوفقك يا صبحيه يا بنت الحرام. يعني انت مالك حكي هالحكي يا ديبه؟ اعوذ بالله، لك انا ما بحبها ولا بطيئه ولا باخذ وبعطي معها، بس انا بفرجيه هالقطعت النصيب هالمفتريه. تحلفي يمين على المصحف انك ما حكيتي وانه هالحكي مو صحيح؟ ايه بحلف. ديبه سرميتها ازدق من هديك الشرنه، بس العتب عليكي، ليش ما اجيتي لعندي وحكيتيني بصراحه؟ قلت لك يا ام وضاح، الحرمه امنتني انه ما احكي، وهلا بدي ديبه تحلف يمين. وليش بقى؟ هيك الي هدف. شوفي يا ام خيرو، اذا بدك ديبه تحلف يمين مشان تتاكدي انه بنتي سميحه ما فيها شيء وترجع الامور بيناتنا مثل ما كانت، بتكون كتير غلطانه، لانه اللي بتصدق ام صفوان ما بتستاهل تكون بنتي كنتها. وحدي الله يا ام وضاح، الله يلعن الشيطان، خلينا ننسى اللي صار. اللي صار ما بينتسى يا ام خيرو، يلا اودعناكم. ديبه امشي ان شاء الله لا تزعلي. مالي زعلانه عادي يا ام وضاح، خلينا نتفاهم. يلا بخاطركم. اهلا وسهلا عمتي، اهلا وسهلا، تفضلي. وين امك وليه؟ جوا بالاوضه. الصغر عم تلعبي باللعب اخري هيك؟ ولا صبحيه يا بنت الدومري، يا قليله العصر. شو جابها رويدا؟ ايه رويدا. وليش هيك عم تعيطي؟ ليش عم عيط؟ اذا اهلك ما عرفوا يربوكي واخي ما عرف يربيكي، انا اللي بدي ربيكي يا بنت الحرام. الزمي حدودك وليها، ولا تنسي انك قاعده ببيتي. بيتك اللي بتشتغلي بالسحورة هذا بيتك؟ نسيتي انه هذا بيت امي وابي ونحن تحننا عليكم وسكنناكم فيه؟ طلعي من هون وليه؟ طلعي من هون احسن ما طالعك محملة، مو ناقصني غير هالشكيلات. انا شكيلات؟ اوقفي لورجيكي مين شكيلات. بدك تفرجيني؟ طولوا بالكم يا جماعة. وليه؟ طولوا بالكم. لا تفرجيني يا بنت الكل. تركيني كعم انا بورجيكي. تضربني لك الله يلعن ابوك على ابوها. رويدا لك رويدا 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 الله يدفنك الكبيرة، فهمانة هيك عم تعملي؟ أخر عني هيك لك رويدا، لك ضلي حاطة دامك من دابا. شفت شو عم تعمل هالبنت الكلب؟ أنا بنت كلب؟ سامي عم ثبت أبوك بدنك وساكت. أختي بصراحة أنت زودتي، ما بصير هيك. قلت لك اسكت ولا تتدخل بيني وبينها. ولك شلون بدي اسكت وأنت عم تضربي مرتي ببيتي؟ لك قولي لي احكي لي، إذا غلطانة أنا بحاسبها. كتير شفناك فوق وشفناك تحت. هلا خلاص خلصنا ضاعت ولقيناها. بس فهموني من شان الله إنه شو اللي عم يصير بيناتكم؟ سأل مرتك هالمنظومة شو عم تحكي على بنتي. وين أمك؟ ليك لجوا. لك انا كذابه يا ام صفوان؟ انا كذابه؟ ايه انت كذابه، لكان انا حكيت على بنتها لام وضاح. يخرب بيتك عم تكذبيني عينك كنت عينك. لك مو انت جيتي لعندي على البيت وقلتي لي كيت كيت كيت؟ ايه بس يعني انا قلت انه سمعت من الناس. ها سمعتي من الناس؟ ومين هدول الناس اللي سمعتي منهم؟ ديبه مو هيك؟ ولا هي نسيتيها كمان؟
أنا بحلف على المصحف إني ما حكيت هالكلام. بعدين عيب يا أم صفوان، وحرام عليكي تحكي عليها كلام كذب على لساني. أنت كمان عندك حريمات وبدك تجوزيهم. لك الله يصطفل فيكي بس. سمعت؟ سمعت عدنان أفندي؟ سمعت بإذنك وشفت بعينك؟ أنا ما قلت إنه ديبة اللي حكت لي، أنا قلت إنه سمعت من الناس، ولا بدكم تلزقوها بضهري لزق؟ لا مزبوط مزبوط أختي، سمعتي عم تقلك سمعت من الناس. أنا ناس اللي سمعت منه نحكي لشوف. أنا مأمنة إنه ما أحكي، حالفة يمين. هلا إذا مأمنة وحالفة يمين ما بتقدر تحكي، حطي حالك محلها. مع كل هاد أختي إذا البنت فيها شيء قلولي، لك أنا بطبق لها دواء. يا لك عملكم بنتي ما فيها شيء، ليش عم تطالعوا عليها هيك سمعة؟ عمتي أنا كنت هيك وأبي سوالي دواء ومش الحال. أيوة أيوة احكوا هيك من الصبح. عمتي حبابي عادي اشربي قهوة الله يخليكي، يا مولي للعمتي تقعد تشرب قهوة عنا. إن شاء الله بتعدي كبابة أنت وأمك. عمتي الله يخليكي خليكي عنا. لك الله يوفقك، لك الله يقصف لي عمرك، كم مرة لك ضبي لسانك كم مرة. يا مو موضح يا موضح موضح، المخلوقة عم تحكي معي، حرام ردي عليها. ما ضل حكي بيني وبينها. الله لا يوفقك يا أم صفوان، خربتيها وقعدتي على تلتها. الله لا يوفقك يا رب. شفت شلون بيكرهوني، شفت أختك شو ساوت فيني، بس كله الحق عليك. حالك لك أنا بدخلني، يعني واحد غيرها بيمسكها لرويدة وبيقسمها نصين، ليش هي بتسترجي تعمل هيك مع عم عبده؟ بس والله والله ربي لك ياها. ولك خلصنا بقى يا حرمي، خلصنا. عليم الله الحق عليكي، يعني معقول تكذب كل العالم؟ بعدين بدي اسألك، هلأ سميحة شو ذنبها لطلعتي عليها هالسمعات؟ شو ذنبها؟ أنا شو دخلني؟ أنا هيك سمعت من الناس، بس هن بيكرهوني، الله ينتقم منهم. لا خلصنا يا حرمي خلصنا، والله طوشتيني بهالقصة، خلص عادي تفتحي يا منوب. يبعت لي حمى روحت البنت من إيدي. إيه لك مشان تسمعي لي حكي أم صفوان. طولوا بالكم يا جماعة، ما صار شيء، موضح قلبه طيب بس لسه الجرح تازه، ويعني عدم المؤاخذة مع حق تزعل منك. بعرف مع حق، أنا ما بلومة، بس أنا بستاهل اللي صار لي. لا عسلامتك، أنت ما بتستاهلي غير كل خير. يا لطيف ماني مفكرة إنه في هيك ناس. يبعت لحمة بسبع اشكال. آمين. ام خيره كل شي بيتصلح ولا يهمك. شلون بده يتصلح يا ديبة شلون؟ ولا يهمك، ان شاء الله كل شي بده يتصلح. بس انت بالاول هاتي المصحف لأحلف لك انه انا ما حكيت شي لأم صفوان. شفتي؟ ان شاء الله بتتقطعي 100 شقفة يا أم صفوان على المصيبة اللي رميتيني فيها. البنت وخليها تغير اوعيها. يلا ليش ما نوقف العرس يا رجال؟ عم قلك وقف العرس يعني وقف العرس. ومرت اخوك اللي جاي تاخذ البنت شو بدنا نقول لها؟ ليلى مالك عنا عروس وقلعية. يا رجال احكي لي اذا صاير شيء مشان الله احكي. انت ساوي مثل ما عم قلك وبس. امرك امرك يا رجال. يو هي قالت لي. اي والله يو لي على امتي لازم احكي معها. امتي قومي معي شوي. وين 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 ام وضاح؟ هي عروسة ابني يا بعدي، وانا وامها مننزلها من على الاسكي، انت خليكي مرتاحة. صبحية بعدي من وشي احسن لك. ها خير شوفي شوفي. ام عبدو قولي لام وضاح تروح تقعد محلها، هي عروسة ابني وانا بنزلها من على الاسكي. انت ما الك عنا عروس. نعم 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 نعم، شلون يعني مالي عنكن عروس؟ مثل ما سمعتي تقبريني ولا طرشاني ما عم تسمعي. لا تنسي انه ابني كتب كتابه عليها، يعني بيقدر ياخدها غصما عن الكبير والصغير والمقندق بالسرير. صبحية لفيها احسن لك، قلبي معبى منك. ها لا يا مرتخي ما بيصير هيك، شو القصة؟ ام عبدو اسمعي، انا ما كنت بدي نزلها لرويدة، كان في كلمتين بدي احكيهم بيني وبينها. وشو هالكلمتين يا مو؟ اطلعي لبرا وليه؟ اطلعي من بيتي يلا. لا لا يا ام عبدو ما بيصير هيك. لا بيصير تقبريني، واخوك ابو عبده هو هيك بده اخي. يو ماشي الحال انا بورجيكم. روحي حبيبتي درب اللي سد ما يرد، الله لا يردك الهي. والله لسففك التراب والله. يا مو شوفي سالي هالحناين خليهم يحكولك عن الطبخه اللي طابخينها. بدك
يا مو هلا مين جاب سيرة الأكل والطبخ؟ امشي ولي امشي قدامي. موضة تقبري قلبي، نزلي لي هالعروس من الأسكي، نزلي لي. يب وين رايحين يا جماعة؟ اي والله والله ما حدا بيطلع منكم من هون إلا تاكلوا وتشربوا، وبعد ما نخلص كلياتنا بدنا نروح لبيت أم نصري.